بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب 36 من الكتاب السابع، كتاب الجنائز. باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر، يعني إذا دخلت المقابر ماذا تخاطب به أهل القبور؟ إيه الدعاء اللي تقوله، أو إيه الكلام اللي تقوله؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجه في سنن الحديث 13 بعد 600 والألف، يقول: حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدته، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، ده في الليل قبل الفجر، في الليل وقبل الفجر فقدت النبي، فإذا هو بالبقيع، يبقى النبي قبل الفجر رايح يزور أهل البقيع، يبقى النبي بيزور القبور أهو. اللي يزور القبور الوقت الجماعة الوهابية يقولوا عليه قبوري، يسمونا كده، كاتبينهم في كتبنا كده، كاتبين على المصريين، ولكن المصريين قبوريين ليه؟ عشان بنزور القبور، ويقصدوا عندهم القبوري في مذهبهم يبقى مشرك والعياذ بالله. حاجة غريبة، مش عارف ايه اللي دخل في مخهم ان ممكن المسلم يعبد ميت وهو يعرف ان ربنا حي لا يموت. ازاي مسلم مثلا يعتقد في ذهنه ان الميت ده يعبد من دون الله؟ اذا كان هو بيقول ميت، انا هروح ازور الميت، رايح تزور مين يا ابني؟ هروح الموتى، يقول له مشرك؟ كما هو بيقول موتى، ده هو كلمة الموتى دي بحد ذاتها تبرأه. لا، مشكلة بقى عنده، إشكالية كبيرة، فربنا يحلها من أذانهم. فإذا هو بالبقيع فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. يبقى ده خطاب النبي لأهل القبور كأنهم يسمعون خطاب الحي: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط. الله ده بيخاطبهم اهو، يبقى أهل القبور يسمعوا، لأن لو لم يسمعوا ما خاطبه النبي، فكون النبي يخاطبهم يبقى يسمعوا، لأن لو كانوا لا يسمعوا النبي خاطبهم يبقى النبي بيقول لغو، والنبي منزه عن اللغو، فطالما بيقول أنتم يبقوا أنتم، خلاص خطاب السامع الحاضر، يبقى عادي. أما تقف أمام القبر وتكلم اللي في القبر ما اسمكش مشرك. النبي كان بيكلم اهل القبور ويقول انتم السابقون ونحن اللاحقون، فده شيء عجيب. يعني يقول لك ده واقف يكلم المقبور، يعتبر اللي واقف كده قدام سيدنا الحسين وبيكلم سيدنا الحسين يبقى ده مشرك. مش عارف انا الجماعه دي جابوها منين، ما احنا بنروح قدام النبي بنزوره ونكلمه، برضو عندهم هذه المشكله. بعضهم يتباهى انه قاعد في المدينه 20 سنه وما زارش النبي، بيتباهوا بكده، 20 سنه في المدينه وما زارش النبي، يدخل على المسجد من ورا كده يصلي في الصفوف زي السارق الحرامي ويجري ياخد حذاءه ويجري، 40 سنه و20 سنه ويتباهوا، يتباهوا يقولوها في دروسهم مباهاه ان هم مش قبوريين، يعني ما يزوروش القبور يعني. فربنا يعالجهم مما اصابهم من هذا المرض العضال. فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، انتم لنا فرط وانا بكم لاحقون. يبقى بيطيب خاطرهم اهو، انتم لنا فرط يعني سبقتمونا الى الدار الاخره، فمن سبقك الى الدار ليعدها لك سموه فرط. أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون، اللهم
لا تحرمنا، ابتدى يدعي لنفسه عند القبور. النبي بيدعي عند القبور لان الدعاء عند قبور المؤمنين مستجاب، ولو لم يكن مستجاب ما دعا. لو انت رحت تزور القبر وقفت تدعي يقول لك تدعي هنا ليه؟ روح المسجد ادعي هناك في المسجد. طب ما النبي دعا عند القبر، وقبر المؤمن روضه من رياض الجنه، والدعاء في الجنه مستجاب. ربنا بيقول على اهل الجنه لهم ما يشاؤون عند ربهم. ايه المشكله؟ مش بدعي ربنا؟ ولما ادعي ربنا في اي مكان انت مالك يا اخي؟ هدعيه هنا هدعيه هنا هدعيه هنا، انت مالك؟ انت عايز يدخل بينك وبين ربك، بينك وبين عقيدتك، بينك وبين قلبك. شيء عجيب. كل المسلمين يبقوا في صلاتهم وفي دعائهم مشغولين بمناجاتهم لربهم، الا جاء الودع الوهابي ده واقف بيصلي وكل مخه جائب المصلين اللي حواليه، وكل ودنه بيسمع انت بتقول ايه واللي قدامك بيقول ايه، وبعد الصلاه انت قلت كذا وانت قلت كذا وانت عملت كذا. طب وانت فين؟ وانت جاي متفرج؟ ما انت زينا، لازم تنشغل بصلاه نفسك. مشكله عندهم، عندهم اشكاليه غريبه. حتى لو في ايدك كتاب قاعد تقرا فيه يقعد يبص فيه، عايز يشوف عنوان الكتاب، وعايز يدخل بينك وبين الكتاب اللي بتقراه. افرض بتقرا كتاب في الالحاد يا اخي عشان ارد عليهم. ما واحد منهم كان في العمره اللي فاتت بيقول لي انا عايز اشوف الكتب اللي معاك، قلت له افرض ان انا جايب كتب في الالحاد وفي الكفر وقاعد اقراها علشان ارد على الكفار، هتدخل انت بيني وبين اللي بقراه؟ جايب انا كتب في الشيوعيه هنا هقعد اقراها، انت مالك؟ انا اعلمك تقرا ايه وما تقراش ايه؟ ما رضيتش افتح له شنطتي. لكن هم عايزين يتدخلوا، وده شيء عجيب. نفر الناس منهم ومن الاسلام اللي هم بيفهموه. هذا الاسلام اللي يفهموه لا يعرفه المسلمون. انك انت تدخل بين العبد وربه، وانك انت تتهم المسلمين وتسيء الظن بهم. هذا اسلام لا يعرفه الا هؤلاء الذين لم يذوقوا حلاوه الايمان بعد. فهو النبي بيدعي عند القبر. ولا ده مش حديث؟ ولا احنا جايبين التوراه والانجيل بندرسها؟ دي سنن ابن ماجه، كلام مسند. وقالوا الامام البخاري في صحيحه، ويقول لك احنا علماء حديث، ويطلع نص لسانه في الثاء. حديث ايه بقى اللي بيفهمه ده؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعي عند القبر. فما فيش اشكال ان انا اروح عند قبر النبي وهو اعلى الخلق مقاما وارجى الناس شفاعه، وادعي عند قبر النبي. وعند قبر الصحابه، وعند قبر شهداء احد، وعند قبر الصالحين والاولياء والعلماء على مر العصور، وده عمل الامه على مر العصور. يروحوا يزوروا القبر ويسلموا على اهل القبور ويدعوا هناك وينصرفوا بهدوء كده، مفيش اي اشكال عندنا. اهو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم. امين يا رب. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عباد ابن آدم. دعاء النبي عند القبور يدل على أن الدعاء عند قبر المسلم أرجى للإجابة ببساطة كده. يبقى إذا أردت أن تلتمس أماكن قبول الدعاء فزور موتى المسلمين وادعي عندهم، لأن دي أماكن، دي دار حق. القبر ده دار حق مش دار غرور. وأنت بتدعي بجوار دار الحق حيث نزعت الدنيا من قلوب كل من دفن وظهر له الحق. ومعلوم ان قبور المؤمنين روضه من رياض الجنه، وان عليها تحف الملائكه. قبور المؤمنين تحفها الملائكه، والدعاء عنده يؤمن عليه الموتى في قبورهم والملائكه التي هي حول القبور. وعشان كده جربت الامه ان الدعاء عند قبور المؤمنين مستجاب على مر العصور، فبيعملوا بيه كده. وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، كان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم. هو بيدعي لنفسه، نسأل الله لنا، أهو بندعي لنفسه ولكم، وبيدعي لأهل القبور.
لأن الموت ليس حجاب بين أجيال المسلمين، لأن الأرواح مستمرة، الروح لا تموت. هم جعلوا الموت حجاب وحاجز، لا مفيش حاجز، احنا عندنا الموت استمرار لحياة أخرى روحانية، فالروح تجلى الله عليها بصفة البقاء فبقيت لا تفنى، ولكن تظهر في صور متعددة بس، تظهر في عالم الذر بطريقة، في عالم الأجنة بطريقة، في عالم الدنيا بصور شتى، من صبي إلى شاب إلى شيخ حتى يموت، ثم بعد ذلك تظهر في عالم البرازخ بطريقة أخرى، وتظهر يوم البعث بطريقة ثالثة في أي صورة ما شاء ركبك، لكن الروح مستمرة هي هي. فأنت هنا بتخاطب الأرواح التي لا تتقيد بصورة معينة. نسأل الله لنا ولكم العافية. باب ما جاء في الجلوس في المقابر، تجلس في المقابر لتنتظر مثلا دفن ميت أو عندما تزور الموتى. وعن أبي قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زادان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقعد حيال القبلة، يعني كأنه قعد متوجها للقبلة، يعني حيال القبلة يعني جهة القبلة. وعن به قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو عن زادان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر فجلس وجلسنا ينتظر دفن الإنسان اللي معاهم كأن على رؤوسنا الطير، لأن الصمت مطلوب عند الجنازة، وكان هذا حالهم في مجلس النبي، الصمت والوقار تأدبا مع حضرته صلى الله عليه وسلم، وأيضا عند القبور والجنائز النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصمت، يحب الصمت عند الجنازة وعند الزحف، عند الزحف وعند الجنازة يحب الصمت. باب ما جاء في إدخال الميت القبر، كيفية بقى إدخال الميت لقبره. عند الأحناف يفضل انك انت تدخله من جهة القبلة، تاخده كده مستعرضا من جهة القبلة بالعرض كده وتروح مدخله القبر، ده الأحناف رأيهم كده. باقي المذاهب يفضل انك انت تضع الجنازة جهة قدم القبر ويكون الرأس عند القدم، بحيث انك تأخذ الرأس اولا تستله ثم تضعه في قبره من جهة الرأس، وده اللي معمول به المشهور، وده رأي الشافعية والمالكية والحنابل. تأخذه بأي طريقة جائز على فكرة، لكن احنا بنتكلم في الأفضل، بأي طريقة جائز، واضح؟ لكن احنا بنتكلم في الأفضل. يبقى ايه الأفضل عندنا؟ ان الجنازة توضع عند ايه؟ عند قدم القبر، بحيث ان تكون رأس الجنازة أقرب للقبر من قدم الجنازة، بحيث أنه يحمل ويستل من جهة الرأس ويدخل الرأس إيه بحيث يوضع إيه مستقبلا القبلة على جنبه الأيمن مستعرضا، واخد بالك؟ مش رجليه في القبلة، يقولك علشان الملائكة لما تقوموا يبقى بيبص القبلة يقوموا يدفنوا المسلمين رجليهم للقبلة، العيال الجهلة كده غلط، يبقى بيدفن مستعرض زي ما بتصلي عليه بالظبط. شوف انت بتصلي عليه بيبقى مستعرض كده بالعرض، وجنبه على اليمين شويه بسيطه، وفي نفس الوقت ايه ناظر للقبله، واضح؟ فان دفنته على خلاف ذلك ولم يردم القبر ولا التراب، الافضل ان يعاد اخراجه ويدفن من جديد بطريقة صحيحة. فإن تم الدفن وانصرف الناس يحرم نبش القبر على كثير من المذاهب، وفي وجه عند الشافعية إن لم يطل المدة يجب النبش لدفنه للقبلة، واضح؟ نقط دي مهمة ناخد بالنا منها.
باب ما جاء في إدخال الميت القبر. وعن به قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا عبد الله بن مسعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله. يبقى في ذكر هو عند دفن الميت، لما تاخد الميت كده وتحطه في قبره تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أبو خالد مرة إذا وضع الميت في لحده قال بسم الله وعلى سنة رسول الله. وقال هشام في حديث بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، قالها لما دفن بنت أم كلثوم، قال لا كده بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا مندل بن علي قال أخبرني محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن داود بن الحصين عن أبيه عن أبي رافع قال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا ورش على قبره ماء. سل يعني أخرجه بتأن من قبل رأسه عشان يضعه في القبر، هذه معنى سل، يعني أخرجه بتأن ورش على قبره ماء. ورش الماء على القبر بعد إيه؟ بعد سده سنة متبعة، وقال بها الشافعية ومن وافقه. وقد رش الماء على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفنه بلال بن أبي رباح، بدأ من قبل الرأس الشريف حتى انتهى إلى القدم. وعن أبي قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا المحاربي عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ من قبل القبلة. وده رأي إيه؟ وده اللي خد بمين؟ الأحناف، إنه يأخذ من قبل القبلة يعني، يبقى كده وتاخده كده. واستقبل استقبالا واستلس إسلالا، لكن ما خدوش بيه بقية العلماء، قال لك ده حديث ضعيف ويوافق ويخالف الواقع، لأن النبي كان جدار الحجرة في قبل القبلة والقبر، فلا يوجد مكان يضع النبي فيه قبل القبلة عشان ياخدوه، فده يخالف حتى الواقع، غير متصور، غير متصور. كنت بقول حديث ضعيف الإسناد، ولكن أخذ به الأحناف. وعن أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن الكلبي قال حدثنا إدريس الأودي عن سعيد بن المسيب قال حضرت ابن عمر في جنازة فلما وضعها في اللحد قال بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. فلما أخذ في تسوية اللبن على اللحد قال اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر، اللهم جافي الأرض عن جنبيها، لأنها جنازة نفس، يعني بيدعي بالتأنيث لأنها نفس حتى ولو كان ذكرا. قال اللهم أجرها، يعني أجر هذه النفس يعني، سواء كانت امرأة أو رجل، اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر، اللهم جافي الأرض عن جنبيها، عن جنب هذه النفس يعني، ذكرا كانت أو أنثى، وصعد روحها ولقها منك رضوانا. قلت يا ابن عمر أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قلته برأيك؟ قال إني إذا لقادر على القول، بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في استحباب اللحد. طريقة الدفن إما لحدا أو شقا، طريقتان لحد أو شق، واللحد أفضل بالاتفاق، لأن النبي دفن لحدا ولم يدفن شقا، واختيار الله لنبيه هو أفضل اختيار،
والنبي كان يقول اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد لنا أهل المدينة، يعني قيل لنا يعني أهل المدينة، والشق لغيرنا إذا كانت الأراضي لا تصلح للحد، خلافا لمن اعتقد اللحد لنا نحن المسلمين والشق لغيرنا يعني أهل الكتاب. لا مش كده، حديث ما يفهمش بكده. هنشرح بقى اللحد ازاي والشق ازاي النهاردة، هنشتغل ترابيا عشان تفهم الطريقة. اولا اللحد لابد تبقى الارض تتحمل الحفر ولا يكون الماء الجوفي قريب، ليه؟ لانك هتحفر حفرة طويلة، كويس؟ وبالتالي في مصر في اماكن كثيرة في الدلتا لا يصلح، لانه لو حفروا اللحد زي ما هنوصفه دلوقتي هيلاقوا المية، لكن يصلح في اراضي كثيرة في غرب النيل صحارى يقدر ايه يحفر لحدا. اللحد ازاي؟ يحفر حفرة حتى ينزل فيها الحافر ويبقى الجدار اللي امامه جدار القبلة، كويس؟ يعني تصور امامي انا الان القبلة اهي كده، فيبتدي احفر وانزل انزل انزل وابقى متوجه للقبلة، يبقى الجدار اللي امامي ده في الحفرة هي القبلة، كويس؟ وافضل انزل لحد ما اختفي بقدر قامة وبسطة، قامة وبسطة، يعني لما يختفي رأسي وامد ايدي كده ابقى ايه على حافة الارض، كويس؟ على مستوى البصر وانا واقف ابتدي احفر في جدار القبلة اللي امامي، كويس؟ تجويف بقدر الميت طولا وعرضا، واضح؟ وبعدين استل الميت، الميت هيبقى رأسه عند قدم القبر، يعني على الجهة ايه هتبقى لما تبقى انت مدي وشك للقبلة كده هيبقى رأس الميت هيتحط على ايدك اليمين ورجله على ايدك اليسار، كويس؟ يبقى هتحط انت الجنازة على الجهة اليسرى من القبر بحيث الرأس تبقى اقرب اليك، ويقف معك ناس في هذه الحفرة عشان يساعدوك في حمل الميت. بعض المذاهب قالوا ثلاثة كفاية، وبعضهم قال لا يزيد العدد على حسب الحاجة، افرض ميت تخين قوي وتقيل وثلاثة ما يكفوش يقع منهم، فيبقى على قدر الحاجة وان كان الوتر افضل، كويس؟ فيأخذون الميت من قبل رأسه ويدخلوه في الحفرة اللي عملها في جدار القبلة ويخليه على جنبه اليمين حاجة خفيفة مش على سيفه لانه هينكب على وشه لو خلى على سيفه، يخليه على الجهة اليمين ويشد ايده اليمنى تحتيه، كويس؟ ويحط شوية رمل خلف جنبه علشان ما يقعش على ظهره، سهلة الحكاية. ويفك الاربطة بتاعت الكفن يخليها مرحرحة شوية عليه، وبعد كده ياخد الواح ويسد الحفرة اللي عملها امامه، الاول بلبن، يحط لبن كم حجر لبن كده بحيث يسد عليه، لانه هيدخله بقى جوه الحجرة دي هيتبقى عندي حافة، الحافة دي احط عليها صف لبن، وبعدين لو الحافة دي لسه فيها احط خشب مثلا او شيء من هذا او حتى رخام، حاجة لا تمسها النار الافضل، وبعدين يروح طالع ويردم الحفرة دي، واضح؟ سهلة؟ ادي اللحد. ممكن اللحد يبقى طبقات، ممكن اللحد يبقى طبقات، اعمل هنا حفرة واحط واحد وتحتي حفرة واحط واحد زي الادراج كده ينفع، وينفع اروح مدي وجهي للجدار الخلفي واحفر فيه وضع الميت بس يبقى وجهه لي عشان يبقى وجهه للقبلة واعمله طبقات، كل ده جائز لما يبقى عندي موتى كتير، ما ممكن يكون في وباء او حرب وموتى كتير بقى حاطين له 10 على حافة القبر، يقوم يحفر بقى زي ما بتشوف انت دلوقتي ايه في الحروب اللي بتحصل بيبقى اعداد كبيره، توابيت كتيره محطوطه عايزه تدفن الان، فممكن يعمل بالطريقه دي، وممكن يعمل الحفره دي تبقى طريق واسع ويبقى معاه كذا واحد
وده قاعد يلحد هنا وده يلحد هنا وده يلحد هنا وده يلحد هنا، ويعملوا طبقه تحتيها كمان وطبقه وهكذا، بحيث يبقى في حفره واحده يدفي العشرات. كل ده جاهز، واضح؟ ده ايه؟ ده اللحد. طب والشق؟ الشق بتحفر حفره مستطيله في الارض، مستطيله في الارض بقدر ما ينزل الميت مسافه مناسبه فيها، كويس، بحيث لا تطوله الوحوش والضراري. وبعدين بعد كده تروح حاطط طبقه الواح خشب فوق الايه، فوق الميت، بعد ما تضعه على جنبه متوجه للقبلة، كويس، تروح حاطط بعض الالواح، وفوق الالواح دي تبتدي ترش التراب، وبعدين ترجم القبر وتضع علامة حتى لا يجلس عليه، ويفضل رفع القبر بقدر شبر حتى يعلم عند الاحناف بقدر شبر، وعند غيرهم بالقدر الذي يتم التعرف عليه. وتسطيح القبر ولا تسنيمه أفضل؟ عند المالكية التسنيم أفضل من التسطيح، وعند الشافعية التسطيح أفضل من التسنيم. كل ده مذكور، إنما تخليه كده بالسوات الأرض ولا علامة، يبقى كده أنت تؤدي إلى أن الناس تطأ القبور، ووطأ القبور منهي عنه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبالتالي وجب رفع القبور على الأرض تعلمها حتى لا يطأ الناس فوقها، ولا يجلس الناس عليها، ولا يبول إليها، ولا يصلوا فوقها، لأن كل هذا منهي عنه. فوجب تعليم القبر ليتم التزام الأوامر المتعلقة بالآداب مع القبور، وهو عدم وطئها، وعدم الجلوس عليها، وعدم البول فوقها، وغير ذلك مما يؤذي الميت. انما الدفن في الفساقي اللي هي الحجرات، زي المصريين عندهم حجرات كده يسموها الفساقي، ذكرها الامام البيجوري، قال اما الدفن في الفساقي فهو مخالف للسنة، رأي الامام البيجوري كده، ودرج عليه اهل مصر، ووجب على العلماء ان ينبهوا على ذلك. ده الامام البيجوري قايل كده في الحاشية. يعني على مذهب الامام البيجوري المصريين لا عارفين يعيشوا ولا عارفين يدفنوا، لا عايشين على السنة ولا بيدفنوا على السنة، فربنا يتولانا. فحكاية الدفن في الفساق اللي هي الحجرة الكبيرة دي، ويحط ده جنب ده جنب ده جنب ده ويطلع، دي بدعة مصرية ابتدعها المصريون. بعض العلماء بيقول لك لان طبيعة الارض في مصر هي اللي دفعت الناس لذلك، لان هم لو حفروا وعملوا اللحود قد يجدوا الماء الجوفي، فمش هتناسبهم. وبعد العلماء قال ان هتضيق الاراضي بالدفنة، لان ما ينفعش انك انت تلحد وبعد شوية تحفر وتلحد تاني وتحفر وتحفر تاني، فلما ضاقت مساحة الارض المباحة للدفن فبقى الطريقة دي بتؤدي المهمة. لكن على اي حال المطلوب في الدفن مواراة الميت، فلا يرى ولا يشم له رائحة، كويس؟ يبقى مطلوب حاجتين في القبر الشرعي لازم تحصلهم، ان يوارى بحيث لا يرى ولا يستطيع السباع ان هي تنهشه، ما يبقاش في مكان سطحي يعني، والا السباع ممكن تنهشه تاكله وده حرام. يبقى لازم يوارى بطريقة عميقة نسبيا بحيث يبعد عن نبش السباع، والا يشم له رائحة عندما يتغير. والله انا بروح في بلدنا في بحري بشم رائحة كريهة جدا، يقول لك اصل مدفون واحد من شهر، ما بتحققش والله. الفساقي، الفساقي اللي تحت الارض، لكن ده في بلاد بحري كتير يحطوا على وش الارض ويحطوا على وش، وده غلط غلط. تدوروا على مكان مناسب تعملوه مقبرة ولو بعيد عن القرية. ليه؟ لأن المقصود من القبر المسلم تحقيق هذه الشروط، ألا تشم له رائحة، وألا ينبش قبره بواسطة السباع
والنباشين اللي هم سارقي الاكفان. في ناس سارقي الاكفان شغلتهم كده ينبشوا يسرقوا الاكفان، اسمه نباش. وساعات ياخدوا الجثث يودوها في كليات الطب يقعدوا يشرحوها لعيال الطلبة اللي هناك. كل ده حرام قطعا، فربنا ينجينا. فوجب اختيار مكان مناسب للقبور يؤدي هذه المهمة الشرعية ولو كان خارج المدينة، والناس تذهب اليه. واضح؟ ما حبكش ان انا ادفن الميتين في عبي يعني. طب انا ساكن هنا، لو حفرت الاقي ميه ما اعملهاش، اعملها سكن وما اعملهاش قبر، اعمل القبر بعيد على بعد 20 30 كيلو 40 كيلو. فهمتني ازاي؟ بس هي دي الحكايه، ودي مسؤوليه كل واحد يروح قريته ويفهم الناس دي، علشان لما يجي يموت كمان يعرف يدفن، والا هيدفنوه غلط. باب ما جاء في استحباب اللحد. وعنه به قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حكام بن سلم الرازي قال: سمعت علي بن عبد الاعلى يذكر عن ابيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. فيه لمحه نبويه جميله، لحد لنا يعني للنبي، وفعلا النبي دفن لحدا، وده اخبار بالغيب، لان كان ايام النبي كان هناك شق ولحد، الاثنين بيتعملوا في المدينه، والنبي اقر الاثنين. فكون يقول اللحد لنا يعني كانه بينوه ان هو هيلحد له. وبالفعل لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارادوا ان يدفنوه اختلفوا، نلحد للنبي ولا نشق؟ فقالوا: اللهم خير لنبيك. وارسلوا واحد يناوي دنيان اللاحد، واحد ينادي الشاق. كويس؟ فاللاحد جاء اولا، فقالوا هذا اختيار الله لنبيه، فلحد. واخد بالك؟ فده اللي حصل. اللحد لنا فيها اشاره لقبر النبي. وقيل اللحد لنا يعني اهل المدينه، لان طبيعه الارض تناسبنا للحد، لانه يحتاج ارض تكون ايه؟ يستطيع ان يحفر فيها مسافه. والشق لغيرنا حيث لا تصلح فيها اللحود، في الأراضي التي لا تصلح فيها اللحود. يحتمل هذا، ويحتمل اللحد لنا نحن المسلمين والشك لغيرنا من الأمم السابقة كانوا يشكون، ويحتمل اللحد لنا نحن المسلمين والشك لغيرنا يعني لأهل الكتاب على سبيل الغالب وليس على سبيل النهي. واضح؟ بدليل أن النبي أقر الاثنين. وعن أبي قال: حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن أبي اليقظان عن زاذان عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن إسماعيل ابن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن سعد أنه قال: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الشق. وعن أبي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يبرح. يبرح يعني يشق أو يحفر، يبقى يبرح يعني يشق أو يحفر. فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال: حدثنا عمر بن شبة ابن عبيدة ابن زيد قال حدثنا عبيد بن طفيل المقرئ قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي مليكة القرشي قال حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم، فقال عمر: لا تصخبوا يعني لا ترفعوا أصواتكم، لا تصخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا أو كلمة نحوها. فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعا
فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم دفن صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف على باب ما جاء في حفر القبر غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم